صباح الخير وصباح الابتسامة وصباح أجمل تواصل معاكم من خلال شاشة تلفزيون الكويت. نطلع عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى، وخلال هذه الساعة راح ناخذكم برحلة مميزة من خلال فقراتنا. لكن في البداية خلونا نصبح أيضا بالخير على زميلتي أسماء. صباح الورد. صباح النور فاطمة، وصبح على مشاهدينا بالخير بحلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى. إن شاء الله اليوم تستمتعون معنا بالمواضيع والفقرات، إن شاء الله أيضا اللي مجهزينها لكم. عندنا كثير من المواضيع اللي راح تكون جدا مهمة، وأيضا في محتواها من خلال أكيد نقاشنا مع ضيوفنا. لكن خلينا في البداية نحذر السادة المشاهدين من استمرار موجات الغبار. طبعا الغبار ممكن يأثر حتى على اللي يطلعون بالسيارة، تدرين حتى من يومين كانت الغبار وايد وايد شديد، فلازم الواحد ينتبه ويتابع النشرة الجوية أول بأول، علشان إذا كانت عنده مخططات ومشاريع ممكن تتكنسل للأسف. فعلا أيضا نحذرهم في أنهم يكونون تحت ستريس. المفروض أن الواحد يحاول بين فترة وفترة ياخذ له كذي راحة واستجمام، حتى لو كان في البيت في طرق كثيرة ممكن الواحد يستعيد من خلالها نشاطه، مو شرط الحركة. يعني عادة دائما المتعارف عليه اذا واحد يبي يجدد نشاطه انه يتحرك بشكل مستمر، يسوي بعض التمارين، لكن ايضا الاسترخاء يساعد على التركيز ويساعد على اعاده النشاط، مثل ان الواحد يتنفس بشكل عميق، يسمع موسيقى تكون هاديه وريلاكس حتى لو في بدايه اليوم، راح تعطيه بوش ودافع في انه هو يكمل يومه بايجابيه وابتسامه. وخاصه ان التنفس اسماء جدا مهم ان احنا نركز عليه، لأنه يدخل نسبة أكسجين عالية يحتاجها الجسم. وموضوع وايد مهم اللي قلتيه، لأن الجو غبار الحين، ففي ناس يعني تحس نوعا ما بالاكتئاب أنه ممكن مشاريعي تتكنسل. في ناس ما تحب، عرفتي، إلا مثلا سطوع الشمس فتحس بالتفاؤل أكثر. لكن الواحد يحمد ربه على كل شيء، ترى حتى الغبار منه فوائد، مثل ما أنه هو قد تكون له بعض السلبيات. وأيضا مثل ما قلتي فاطمة، يحاول الإنسان يبتعد عن الأجواء اللي تسبب له الضيق، وذكرت كثير من الأمور الصحيحة اللي هي ممكن تساعد الشخص أنه يتخلص من الضغوطات النفسية بشكل يومي، سواء كان قاعد بالبيت يسترخي، أو ممكن في بعض الناس تقول أنا ما أرتاح إلا لما أتحرك. في ناس يحبون الحركة، إذا قعدوا يحسون أن هم مو مرتاحين أو في شيء ناقصهم، فكل واحد يسوي الشيء اللي يرتاح له. بالنهاية يعني هذا الشيء إذا كان يأثر عليه بشكل إيجابي وتعامله مع الناس، وأيضا خلينا نقول استقباله ليومه، بداية يومه، فلازم يسوي كل شيء يستمتع فيه. فعلا يعني الواحد يسوي توازن في حياته ما بين الحركة وما بين الاسترخاء، لأن في الاسترخاء يكون في تركيز أكثر على اللحظة، وهذا هو يعني من أهم الأمور وأجمل الأمور اللي تخلي الواحد فعال أكثر، يوصل لأهدافه، يكون شخص منتج، يكون شخص إيجابي، فإنه هو يعود للحظة. أيضا أسماء، يعني من الأمور اللي قريت عنها الفترة الأخيرة حتى في الحركات، يعني مثلا إذا بنتكلم عن الرياضة، لازم الرياضي يكون حاضر في اللحظة ويكون مركز في التمرين. صحيح. وبالتنفس وين قاعد يسوي التمرين، يعني في تفاصيل صغيرة ودقيقة جدا لازم الرياضي يكون عايش اللحظة. فعلشان الواحد يهيئ نفسه لهذه الأمور يرجع شوي ياخذ بريك، حتى لو 5 دقائق في بداية اليوم وخمس دقائق في نهاية اليوم، كفيلة في أنها تعطي الشخص طاقة إيجابية. احنا نتمنى أن أيضا نعطي السادة المشاهدين طاقة إيجابية من خلال فاطمة حلقتنا ومواضيعنا اللي راح نقدمها لكم اليوم من خلال الساعة اللي راح تقضونها معنا بعد الفاصل إن شاء الله، لأن الكثير من المواضيع تابعونا. ضيوفنا القادمين هناء المطيري رئيس اللجنة الفنية في جمعية تقنية المعلومات ومدربة في البرنامج التدريبي الصيفي في الجمعية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. الدكتورة هناء المباركي مستشارة في التنويع الاقتصادي ومستشارة عالمية في الابتكار وريادة الأعمال. تابعوني في برنامج شاي الضحى، معاكم شيف جمانة جعفر. في فقرة أسبوعية راح نحضر لكم فيها أصناف من مطابخ مختلفة عالمية. صباح الورد على متابعي برنامج شاي الضحى، تابعونا في فقرة الفنون التشكيلية اللي راح نسلط فيها الضوء على الفنانات التشكيليات المميزة.
رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتكم في برنامج شاي الضحى، والانطلاقة اليوم راح تكون مع الفن والإبداع في فقرة الفنون التشكيلية. عالم المرأة عالم جميل جدا، ومن أهم الأمور اللي تركز عليها أي سيدة هو عالم الفن، لأن من خلال الفن الواحد يقدر يعبر عن مشاعره. راح نتابع هذه التفاصيل مع الزميلة أنسام الخلف. صباح الورد على متابعين برنامج شاي الضحى. اليوم فقرة فنان تشكيلي، تكون معانا فنانة تشكيلية اختارت هوايتها كمجال دراستها ودرجت بدراستها لحد ما حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال الفنون. شاركت بعدة معارض داخل وخارج الكويت وحصلت على عدة جوائز. عضو جمعية الفنون التشكيلية ورابطة الحرف اليدوية الكويتية. منو بتكون ضيفتنا اليوم؟ خلونا نتعرف عليها بعد هذا التقرير. رجعنا لكم متابعينا من بعد هذا التقرير، ونرحب ضيفتنا الفنانة التشكيلية الدكتورة عبير الكندري. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. ما شاء الله دكتورة، قاعد نشوف أعمال جدا مميزة ورسومات فيها يعني لمسات وايد حلوة. سلمك. لو بغينا نتعرف على بداياتك بالفن التشكيلي، متى كانت؟ بالنسبة لي أنا اكتشفوا الموهبة، يعني موهبة الرسم، من مرحلة الطفولة، وبفضل تشجيع من والدي ووالدتي ودعم من الأهل استمرت معي في جميع المراحل التعليمية، وما أنسى فضل معلميني، يعني دائما لهم دور في التشجيع وتطوير هذه الموهبة. بعدها دخلت بعد الثانوية العامة لحصولي على نسبة عالية، دخلت كلية الحقوق بأمر من والدي، ما قدرت يعني، وحولت على طول للمجال اللي أنا أبيه، يعني كنت ناوي أدرسه، وماشي الحمد لله كملت لي مرحلة الدكتوراه. ما شاء الله، يعني خذيتي الدكتوراه في مجال التربية الفنية. نعم. سبب اختيارك مجال الفن كدراسة؟ بالبداية هي صحيح أنها هواية، وما زلت أقول لهم أنا هاوية للفن، بس خلاص تعمقت فيه وحبيت أني أكمل هذه الرسالة أنا أوصلها لي قدام من خلال التعليم، يعني طبعًا. أوصل رسالتي أيضاً بالتعليم للطالبات. طبعاً كل فنان دكتورة له مواضيع معينة يركز عليها في لوحاته. لو بنتكلم عن المواضيع اللي تركزين عليها، المواد والألوان المستخدمة، خاصة أني أنا قاعدة أشوف بلوحاتك في بعض المواد الغير مألوفة الغريبة، يعني ابتكار جديد، كلمينا عنه. خلنا أقول لك، إحنا يعني أي شخص هاوي للفن في البداية دائما تشوفينه ينطلق يرسم الواقعي، المدارس التكعيبيه، الامور يعني اللي يتعلم منها وينقل، وعاده ينقلون من فنانين يعني لغايه ما او طبيعه صامته قدامها موجوده ونرسمها من الواقع. لكن مع الوقت صارت لي تجارب انا، وبعدين انا اعتبر هذه بالنسبه لي رساله اساسا اوصلها، يعني اسوي تجاربي في الميكس ميديا، وعادة في كل 5 سنين كل حقبة معينة أشتغل على تجربة وأعرضها، وبالتالي أعلمها لطالباتي. شيء مميز، وأكيد هذا التميز قاعد تعرضينه حضرتك في عدة معارض، وكان لك مشاركات في معارض داخل وخارج الكويت. لو بنتعرف على أبرز هذه المعارض. بالكويت من خلينا نقول الحين صار لي تقريبا 30 سنة، ما شاء الله، أشارك في كل ما يتاح لي، سواء من خلال المجلس الوطني الثقافة والفنون والأداب المعارض اللي يقيمونها، أو جمعية الفنون التشكيلية، أو جهات أخرى، ما كان عندي أي مانع، يعني دائما في الكويت أي مكان يكون عندي عمل جاهز للعرض ما أتردد أني أعرضه وياهم. أما المشاركات الخارجية كان لي عدد من المشاركات، ويعني ما أدري أقول، يمكن للأسف أني لوحاتي تروح أنا ما أروح لظروف معينة،
كان لي عندي مشاركات في مدريد، في إيطاليا، في فرنسا، في أوكرانيا، بالإضافة لدول العربية، لبنان، مصر، دول الخليج تقريباً كلها. ما شاء الله، يعني الانتشار هذا طبعاً أكيد كان في عدة جوائز حصلتي عليها كتقدير للفن هذا. حصلت على عدة جوائز بالكويت، وفي منهم حققت مركز أول، مركز ثاني، يعني الحمد لله خلال سنوات. بس بالنسبة لي شرف المشاركة هو بحد ذاته يعني إنجاز. أكيد طبعاً دائماً الفنان التشكيلي يكون عنده طموحات وعنده رسالة. لو بنعرف رسالة الدكتورة عبير الكندري بالفن شنو هي؟ بالنسبة لي أنا رسالتي دائماً اللي أوصلها أني أخلق بيئة وجو فني مناسب لدولة الكويت، وأعلم جيل واعد من بناتنا الطالبات، عشان في كل سنوات إحنا نحتاج إلى جيل مثقف فنياً. طبعاً هذا من خلال الكلية، وحالياً إحنا قائمين على أو أقمنا معرض لا علاقة في جائحة كورونا، هي مجرد رسالة شكر بسيطة لنا للصفوف الأمامية معبر عن هذه الجائحة. فعلاً يستاهلون أبطالنا بالصفوف الأمامية كل هذا التشجيع والتقدير لهم. دكتورة عبير، بعض الفنانين ممكن إنه يعني يستحي إنه يأخذ دورات في يعني فترة من فترات حياته، ممكن يقول أنا وصلت لمرحلة إني أنا ما أخذ الدورات، لكن الفنان المتميز هو اللي دائماً يحرص إنه يأخذ دورات طوال مشواره الفني. بالرغم من حصولك على شهادة الدكتوراه بالتربية الفنية، إلا أنك أصريتي أنك تستمرين بأخذ الدورات، كلمينا عنها. خليني أقول لك، بالنسبة للدورات ترى هذا عالم متطور، يعني أنا يمكن اكتسبت مهارة في شيء معين، في مواد تنزل أبديت بالعالم ما نعرفها. يعني أنا السنة اللي فاتت كنت في معرض دولي للآرت في فرانكفورت، أثناءها دخلت ورش تدريبية لأن هم يعلنون عن منتج معين ما نعرف استخدامه. صح. طيب شلون أنا أوصل المعلومة هذه لطالباتي إذا أنا ما كنت متمكنة؟ بنفس الشيء بالكويت، يعني من القصص اللي ممكن أنا أقولها، كنت في أحد دورات تدريبية عند الأستاذة سمر رشيد البدر، وزميلة وفنانة يعني. فتقرأ اسمي طالع تشوفني أنا، تقول لي شلون دكتورة أنت جاية؟ قلت لها أنا أتعلم المواد اللي أنا ما أعرفها. فهذه المفروض أن إحنا دائما نكون أبديت في المواد اللي موجودة اللي تنزل، ونحاول نطور نفسنا، وبالنهاية هي رسالة نوصلها لطالباتنا. معلومات جدا مميزة استفدنا منها اليوم، يعطيك العافية دكتورة. تسلمين، ما قصرتي. يسلمك. كل الشكر لضيفتنا الفنانة التشكيلية الدكتورة عبير الكندري. تابعونا الأسبوع الجاي مع موهبة جديدة في فقرة فنان تشكيلي. شكراً لزميلتنا أنسام على فقرتها الجميلة، وأكيد الفن دائماً فيه إبداع. وأيضاً رح نرجع معكم مشاهدينا إلى موضوعنا القادم، موضوع جداً مهم، لأن فعلاً سمي القرن 21 بالقرن التكنولوجي لدخول التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في كل المجالات، منها اقتصادية، طبية، هندسية، تعليمية، زراعية وصناعية وغيرها من المجالات. إذ أصبحت التكنولوجيا فعلا جزء لا يتجزأ من المجالات، وأيضا أجمعت الأسرة الدولية على أهمية مخرجات الابتكار على جميع المستويات، مثل المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، التعليمي، واللي من خلاله أصبح السباق العالمي لإنقاذ البشرية من الكارثة الصحية كوفيد-19 والتوصل إلى اللقاح الناجح لهذا الفيروس عبر تطبيقات الابتكار أو الابتكار المؤسسي. طبعا الموضوع جدا طويل ودسم، حول هذا الموضوع صرنا نحن نستضيف الدكتورة هنادي مبارك المباركي، مستشارة في التنويع الاقتصادي ومستشارة عالمية في الابتكار وريادة الأعمال. صباح الخير دكتورة، نورتينا في شاي الضحى. تواجدي معكم حياك الله. حياك الله دكتورة، دائما تنورينا في برنامج شاي الضحى، ودائما المواضيع اللي نتناولها معاك جدا عميقة ولها أثر مباشر على المجتمع. في البداية ودنا ننوه للمتابعين ونوضح بشكل تفصيلي أكثر، ما هو الابتكار المؤسسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر استضافتكم لي في هذا البرنامج المميز. إذا بدينا في الابتكار المؤسسي، يعتبر الابتكار المؤسسي أحد أنواع الابتكار اللي يتم استخدام في التقنيات الحديثة والمفيدة من داخل وخارج المؤسسة أو المنظمة، مما يساعد لتعزيز مخرجات الابتكار. نعم، طيب دكتورة، لو نتكلم يعني فوائد الابتكار المؤسسي على الاقتصاد المحلي وأيضا بالنسبة للاقتصاد العالمي. أولا بالنسبة لفوائد الابتكار المؤسسي، أول فائدة هو تشجيع الاستثمار في الاستثمار المحلي والعالمي في الابتكار، مما يساعد على زيادة الابتكارات. أما الفائدة الثانية فهي خلق فرص عمل جديدة، وكذلك خلق قطاعات تكنولوجية جديدة، وكذلك فتح أسواق جديدة. أما بالنسبة للفائدة الثالثة هي تدعيم القدرة التنافسية العالمية بين الدول، مما يساعد لرفع المؤشرات وكذلك رفع التصنيفات للدول. أما الفائدة الأخيرة وهي الفائدة الرابعة، وهو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وهذا ما تسعى على جميع الدول، الكل يبحث عن النمو الاقتصادي. طبعا. هذه أربع فوائد رئيسية نقول للابتكار المؤسسي. نعم، أربع فوائد يعني فيها تفاصيل كثيرة، وأكيد من خلال هذه النقاط يكون في مجهود كبير. هل في هناك عوامل لإنجاح الابتكار المؤسسي؟ أي نعم، هناك مجموعة من العوامل التي تساعد على إنجاح الابتكار المؤسسي. الابتكار المؤسسي من عوامل النجاح أولا هو خلق البيئة الملائمة للابتكار، مما يساعد المبتكرين للتوصل إلى آخر الأفكار الابتكارية. أما بالنسبة للأمر الثاني لعوامل النجاح، هو تشجيع الأفكار الابتكارية. أما الأمر الثالث وهو اتباع القاعدة الابتكارية الخاصة باختيار أفضل الأفكار الابتكارية الريادية التي يتم تطبيقها. أما العامل الرابع فهو من العوامل الأخرى التي تساعد على نجاح الابتكار، هو تشجيع المبتكرين والاهتمام وتشجيع المبتكرين واختيار وتعزيز مهاراتهم وتعزيز معارفهم في للابتكار. نعم. أكيد كثير من النقاط والأمور المهمة دكتورة ذكرتيها، وإحنا دائما نستضيفك في برنامج شاي الضحى، كل مرة ما شاء الله يكون عندكم نشاط جدا ملحوظ وفائدة كبيرة تعم على المجتمعين. كل مرة السابقة حتى من قبل سنة في بداية الجائحة كان في لقاء معنا وحديث وياك، كان أكيد هناك مؤتمر على مستوى العالم، وأكيد تحول إلى عن طريق التكنولوجيا بسبب جائحة كوفيد 19. أيضا لو نرجع حق استراتيجيات الابتكار المؤسسي، لو نوضحها بس أكثر للسادة المشاهدين علشان يعني تكون المعلومات جدا بسيطة ويستوعبون الموضوع أكثر. أي نعم، بالنسبة لاستراتيجيات الابتكار المؤسسي، أولا لابد أن يكون الابتكار ثقافة استراتيجية في جميع المؤسسات. فإذا أصبحت ثقافة استراتيجية، إذن يتم تطبيق الابتكار بكل سهولة ويسر. هذه أول استراتيجية يتم تطبيقها. أما الاستراتيجية الثانية فهي تطبيق المعايير والمؤشرات العالمية للابتكار. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تكون في جميع المؤسسات هناك معايير ومؤشرات داخل المؤسسة يعني تماشيا مع المعايير العالمية للابتكار، فإذن تصبح تطبيق استراتيجية الابتكار سهلة يعني خلينا نقول وميسرة للجميع. أما بالنسبة للأمر الثالث من الاستراتيجيات، وهي اختيار الأفراد الأكثر ابتكارا وتمايزا في المؤسسات يعني لتقديم خلينا نقول الأفكار الابتكارية والريادية، مما يقدمون قيمة مضافة للمؤسسة، وبذلك أن نحصل على الابتكار عبر الأفراد، لأن الابتكار لا يأتي إلا من الأفراد والأشخاص اللي يقومون في العمل في المنظمة أو المؤسسة.
طبعا قاعد نقول مؤسسه يعني على اساس ان هي بطريقه اشمل، قد تكون وزاره، قد تكون شركه، قد تكون يعني. اما بالنسبه حق الاستراتيجيه الاخيره لتطبيق الابتكار، وهي اختيار خلق اسواق للفكره الابتكاريه. والفكره الابتكاريه نود ان نوضح اذا تكلمنا عن الفكره الابتكاريه، الفكره الابتكاريه ما هي الا مجموعه من الافكار المترابطه التي يتم فلترتها واختيارها عن طريق تجاذب الاراء. وهذا ما تلمست يعني عن قرب في استراتيجيه وزاره الاعلام الجديده التي تم طرحها من معالي الوزير عبد الرحمن المطيري حفظه الله، انه ما ياب استراتيجيه يعني وحطها للوزارة دون الرجوع إلى ما هو موجود في الوزارة، ما هو الوضع الحالي في الوزارة. وهذا نوع من أنواع الابتكار المؤسسي، فلاحظت أنه وايد قريب من الابتكار المؤسسي. وكذلك ما تحدثنا عنه اليوم هو الابتكار المؤسسي يتماشى مع استراتيجية وزارة الإعلام التي تبحث عن إعلام مستدام وريادي، والابتكار المؤسسي هو يدعو إلى الاستدامة وكذلك يدعو إلى الريادة. نعم فعلا، يعني الابتكار من الأمور المهمة جدا. وحبيت من خلال حديثك دكتورة أن هناك تركيز كبير على الفرد في كل المؤسسات وفي كل الوزارات، وذكرتي طبعا النقلة النوعية اللي صارت في وزارة الإعلام. يمكن لنا احنا داخل الوزارة لو بنتكلم شهادتنا بتكون مجروحة، لكن الجمهور المتابعين لاحظوا هذا الشيء، وكان في إشادة يعني خاصة من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الكل تكلم وأشاد من خلال البرامج اللي انعرضت في السوشيال ميديا وأيضا من خلال شاشة التلفزيون. ودنا نتكلم أيضا عن تعزيز الاقتصاد عبر البرامج التكنولوجية، هل هذه من اهتماماتكم أيضا في مجال الابتكار؟ أي نعم، بالنسبة لتعزيز الاقتصاد، عززت الدول المتقدمة والدول النامية اقتصادياتها أو خططها الاقتصادية بإنشاء البرامج التكنولوجية. وعندما نتكلم عن البرامج التكنولوجية، تركز البرامج التكنولوجية على برامج الابتكار وبرامج ريادة الأعمال وبرامج نقل وتسويق التكنولوجيا ومسرعات الأعمال. وجميع هذه البرامج تسعى إلى تحقيق اقتصاد مستدام شامل قائم على المعرفة أو المعارف والرقمنة أو الرقمنة التكنولوجية. فهذا يعني كل ما تسعى لجميع الدول للوصول إلى الاقتصاد المستدام. نعم أكيد. في هذه الفترة كل المؤسسات وهناك نشاط جدا ملحوظ، خصوصا يمكن مع الجائحة صار في كثير من الأمور والمواضيع اللي تطرح في هذه الفترة تحديدا. بالنسبة لكم دكتورة، شنو هي المشاريع اللي مجهزينها إن شاء الله للفترة القادمة؟ نود أن يعني نستغل هذه المقابلة ونعلن عن مؤتمرنا العالمي اللي بإذن الله سيتم في دعوة الأسرة الدولية في نوفمبر 16-18، وسيكون معنا يعني خلينا نقول نخبة النخبة العالمية والخليجية والعالمية والعربية لافتتاح المؤتمر، وكذلك للمشاركة في المؤتمر. ويعني خلينا نقول نركز مرة ثانية، هذا يعتبر مؤتمرنا الثاني، المؤتمر العالمي الثاني، في حين أن تم الانتهاء من المؤتمر الأول الثاني الخليجي الذي تم في من 6 إلى 8 أبريل وحقق نجاح ملحوظ ونتائج يعني خلينا نقول مميزة. فلذلك ندعو الجميع إن شاء الله يعني فيما بعد إن شاء الله بيكون لنا تفصيل لهذا المؤتمر، ولكن هذه أحد خلينا نقول مشاريعنا المستقبلية بإذن الله. نعم طبعا راح نكون سعداء في إن تكون عندنا الأخبار والتغطية الحصرية إن شاء الله بإذن الله للمؤتمر، ونشوف شنو طلعتهم من نتائج بالضبط من توصيات يعني. أما بالنسبة لمؤتمرنا الخليجي تم وضع التوصيات ورفع بعض التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إنشاء مركز ريادة أعمال ومركز ابتكار متكامل، وكذلك يعني خلينا نقول مركز للأبحاث يخص في الدول الخليجية ويقدم خدمات مميزة، في حين أن الأمانة تمتلك مراكز الابتكار ولكن لا تمتلك مركز ريادة الأعمال الذي كذلك يساعد الابتكار للارتقاء في المنظومة الخليجية.
نعم الله يعطيكم العافية دكتورة. لكن برجع بالنسبة للمؤتمر، ودنا شوية تفاصيل، يعني هل في وقت معين، التاريخ وين راح يكون؟ هل راح يكون عبر منصات التواصل؟ المؤتمر بإذن الله راح يكون مؤتمر افتراضي. نعم. تم استضافة ما يقارب 120 متحدث عالمي على مستويات مختلفة، بتواجد المنظمات العالمية والمنظمات الاقتصادية. وحاليا احنا بصدد تقديم الدعوات إلى كبار الشخصيات القيادية والشيوخ والوزراء، وإن شاء الله بإذن الله يعني نحظى برعاية وزير الإعلام ووزير وزارة الشباب أن يكون هو الراعي الرسمي للمؤتمر. ويعني قاعد نشتغل على هذا الموضوع، وبإذن الله راح يكون فيرتشوال افتراضي، ومدته بتكون من 16 ل 18 نوفمبر، وبإذن الله راح يكون من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 12 ليلا. طبعا هذا الوقت الطويل حتى يعني نتماشى مع الأسرة الدولية لفرق التوقيت 6 ساعات أو 7 ساعات، فسوف نبتدأ المؤتمر بالأسرة الخليجية والدول العربية، ثم نكمل مع الدول العالمية حتى الساعة 12. راح يكون في استراحات طبعا. للأسف ما في استراحات، يعني البروتوكول اللي حاطته أنا حق هذا المؤتمر إنه ما يكون في استراحات باعتبار فيرتشوال، فالناس تاخذ استراحتها في الوقت اللي تبي. نعم. يعني ما في احد راح يتابع 12 ساعه او 8 ساعات. صحيح. فكل واحد ممكن يدخل على الوقت اللي هو يبيه، وبالذات ان نحب ان ننوه ان مستخدمين احنا باذن الله منصه الذكاء الاصطناعي اللي تقدم خدمات مميزه وسريعه، يعني خلينا نقول ومختلفه عن المنصات الاخرى في مؤتمرنا، كما قدمناها في المؤتمر العالمي الاول، كذلك حتى نتماشى مع الاسره الدوليه وتكنولوجيا الاسره. نعم. نعم دكتورة، أكيد عندك كلمة أخيرة حابة توجهينها لكل متابعينا من خلال برنامج شاي الضحى. اي نعم، اولا اشكركم على استضافتكم لي، واللي اركز عليه يعني او إن احب ان ادعو اليه ان الابتكار ما هو شيء يعني خلينا نقول صعب المنال، وإنما هو أن الإنسان يفكر بطريقة ابتكارية، أي بطريقة خلينا نقول إبداعية، ويرتب أفكاره ويقدر يطبق هذه الأفكار. فأدعو الجميع إلى خلينا نقول ممارسة الابتكار، وإن كانوا يعني على مستوى يعني بسيط، وهذه الأمور تتطور مع الإنسان، يعني لأن قلنا هي مجموعة أفكار، أحط أفكاري وأفلتر هذه الأفكار، ومنها يعني مثل ما يقولون يعني ينمو الإنسان ويصبح فكر ابتكاري. نعم فعلا، مع الممارسة الواحد يعني ويطبق هذا الشيء راح يلاقي نتائج، راح يتشجع في أنه هو في المستقبل أيضا يبتكر كثير من الأفكار والأمور الملموسة. شكرا على مجهودكم الكبير اللي قاعد تبذلونه في تشجيع الابتكار والمبتكرين. شكرا لك دكتورة هنادي، نورتينا. أشكركم على استضافتي، وتشرف تواجدي دوما معكم. شكرا وحياك الله معنا. ننتقل معكم مشاهدينا من الابتكار إذا أيضا الابتكار داخل المطبخ، يعني المرأة تحب دائما تتفنن في حياتها وأيضا تدقق على كل التفاصيل. علشان كذي راح نقدم لكم فقرة جدا مميزة فيها أفكار مختلفة ومتنوعة مع الشيف جمانة جعفر، تابعوها. وصفتنا اليوم من المطبخ التقليدي الكويتي اللي هي القلبة أو بر الوالدين. أيام قبل المكونات كانت وايد بسيطة، فالكويتيين كانوا يعتمدون يسوون حلوياتهم من المكونات الأساسية اللي موجودة في كل مطبخ، يعني المكونات الأساسية مثل الشكر، البيض، الحليب، الطحين، حتى التزيين كانت تقتصر على المكسرات والسمسم وهالأشياء هذه، أو حتى المنكهات اللي كانوا يستخدمونها كانت بسيطة، يعني معتمدة على الهيل والزعفران. اليوم بنسوي الوصفة بالطريقة التقليدية الكويتية، وبعلمكم شلون نقدر نسويها بطريقة الفيوجن اللي هو تداخل المطابخ. راح أسوي القلبة بالطريقة التقليدية، وبعدها راح أدخلها بالمطبخ الياباني والمطبخ الفرنسي والمطبخ الآسيوي. بالمطبخ الياباني راح أستخدم الماتشا اللي هو الشاي الأخضر، وبالمطبخ الفرنسي راح أدخلها بطريقة الكريم بروليه، وبالمطبخ الآسيوي راح أدخل فيها نكهة جوز الهند. مثل ما قلنا أن القلبة أو بر الوالدين
تعتمد على البيض والشكر والحليب. اليوم أنا بسويها معاكم بطريقتي. وصفتنا راح تكون 4 بيضات، 250 ملي حليب، 250 جرام قشطة أو جيمر، وحليب مكثف 379 جرام العلبة الكبيرة. بالنسبة للمنكهات راح تكون أكيد حسب الرغبة. أنا راح استخدم ماي الورد، أكيد اختياري، اللي ما يحبه يقدر يستغني عنه. الزعفران، والزعفران لازم يكون نوعية وايد جيدة لأن القلبة تعتمد اعتماد كلي على الزعفران. والهيل أكيد، الهيل يفضل أنه يكون مطحون فريش لأنه راح يعطيكم طعم الهيل وايد قوي، أفضل من الهيل البودر. حاولوا تمشون معاي بالترتيب على أساس ما تكتل القشطة عندكم. يعني أول شيء المفروض أن نخلط القشطة والجيمر مع الحليب المكثف، نخلطها باستخدام اليد، ما له داعي نستخدم الخلاط الكهربائي لأن الخلاط الكهربائي يدخل هواء بالبيض وهذا راح ينتج عنا فقاعات وايد بالقلبة. أول شيء نخلط الجيمر مع الحليب المكثف، بعدها راح نضيف ماي الورد على الزعفران ونخلي ماي الورد يتصبغ بصبغة الزعفران، بعدها نضيفهم على الحليب والقشطة ونخلطهم، وبعدها راح نضيف الهيل، كمية الهيل اللي احنا حابينها، وبعدها راح نضيف 4 بيضات راح نخلطهم، وآخر شيء راح نخلطهم مع الحليب السائل ونحطها في حمام مائي. يفضل ان ليفل الماي يكون مقارب حق ليفل القلبة بالجدر عشان التكستشر يكون كريمي اكثر. انا احب اطبخها بالفرن، في ناس اكيد تطبخها على الشولة دايركت. راح نطبخها على درجة حرارة 160، تاخذ من ساعة الى ساعتين على حسب عمق الجدر، كل ما زاد العمق اكيد راح يزيد الوقت. فعشان تتأكدون اذا القلبة مستوية او لا، تقدرون باستخدام عود الاسنان تقزون المنطقة اللي بالنص، لان الاطراف اكيد راح تكون مستوية، تقزون المنطقة اللي بالنص، اذا طلع معكم العود نظيف معناته ان القلبة مستوية، ناخذها ونحطها بالثلاجة. يفضل ان نسويها قبلها بيوم لان القلبة تنوكل باردة، فراح تاخذ وقتها بالثلاجة تبرد لثاني يوم. بالنسبة حق تداخل المطابخ، أول قلبة دخلتها بالمطبخ الياباني، استعنت بالماتشا اللي هي بودرة الشاي الأخضر. إذا حابين تسوونها لازم تطبخون الماتشا مع الحليب وتخلونه يبرد عشان لما تضيفونه على البيض ما يستوي البيض. ثاني قلبة راح تكون القلبة التقليدية العادية، بس شلنا نكهة الزعفران والهيل وسويناها بالفانيلا، وحطينا على الوي شكر وحرقناها باستخدام التورتش أو النار. القلبة الثالثة ضفت الكوكونات عليها واستخدمت حليب جوز الهند بدال لا استخدم الحليب العادي عشان تعطيها نكهة جوز الهند وتكون طاغية أكثر. هذه راح تكون وصفتنا حق اليوم، القلبة أو بر الوالدين. اللي حاب يسويها بالطريقة اللي أنا أسويها وايد راح تكون سهلة عليكم، وغير كذي التكستشر وايد راح يكون كريمي. جربوها، أنا متأكدة راح تعجبكم، ونطروني بوصفاتي عيالكم. دائما المرأة تبدع في المطبخ، وحلو أن من خلال يعني طبق القلبة سوت أكثر من نوع. شكلي راح أجرب أسماء الوصفات اليوم الماتشا. في البيت الماتشا شكلها وايد حلوة. أنا جربتها هذيك المرة، أوكي. جربتها يعني الطعم ممكن يعني هي مقبول، ممكن أعيد التجربة. أنا بقول تشغل عن الماتشا، يعني أنا أجربها فأنا أحط شوية فانيلا يعني يتغير شوية، يكسر الطعم هذا اللي فيها، شوية طعمها مر و ريحتها حيل قوية. فعلا الواحد يتحمل شوي هذا الطعم لأن الماتشا لها فوائد كثيرة للجسم. ننتقل معاكم متابعينا لموضوع هذه الفقرة، وتنظم الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي البرنامج التدريبي الصيفي 32 في مجال تقنية المعلومات أونلاين. رح نتكلم أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة هناء المطيري، رئيس اللجنة الفنية في جمعية تقنية المعلومات ومدربة في البرنامج التدريب الصيفي في الجمعية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. حياك الله معنا أستاذة في شاي الضحى. هلا فيك.
يعطيك ألف عافية أستاذة هنا، وفعلا يعني فكرة وايد حلوة، وخصوصا استغلال هذا الوقت، يعني وقت جدا ثمين لابد أن الإنسان يستغله بشيء مفيد، والمفيد بهالوقت أي شيء يتعلق بالتكنولوجيا، شلون نطور من المهارات خصوصا بالنسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، علشان الواحد يرفع من مستوى خصوصا بالنسبة للتسويق وصناعة المحتوى. خلينا نتكلم في البداية عن هذه الفكرة، وش كثر مهم أن الشخص كل شيء يكون عنده بجودة عالية. أي قبل احنا خلينا نقول احنا عالمنا، اولا خلينا نتفق ان عالم تقني طبعا. اي قبل جائحة كوفيد 19 كنا احنا بمرحلة التحول الرقمي، صحيح. كنا تونا نبي نبدي خطوات، وخطواتنا كانت بطيئة، شلون احنا نتحول رقميا. بعد الجائحة احنا خلاص تعدينا التحول وصرنا بالتحول الرقمي، واحنا الحين مرحلة بالإبداع الرقمي، صحيح. احنا نبي نبدع، احنا خلاص احنا تعلمنا التقنية، طلابنا قاموا يستخدمونها، احنا قاعد نستخدمها، فنبدي شلون احنا نبي نبدع فيها، مو نستخدمها كاستخدام لا سهل عادي، لا نبي شوي نطور منها ونبدع فيها، نعم. فاحنا بجمعية تقنية المعلومات جهة مختصة بهذا المجال، فنعطي من خبرتنا للأشخاص والأفراد والمجتمع، ونقدم حتى استشارات حتى الجمعيات خيرية أو جمعيات أخرى، نعم. ومؤسسات بدولة الكويت نقدم لهم استشارات مجانية، نعم. ودورات بعد مجانية، نعم. ودنا نعرف أستاذة هنا أهم الأمور اللي راح تناولونها في البرنامج التدريب الصيفي. البرنامج التدريب الصيفي هو دعم من مؤسسة الكويت التقدم العلمي، هذا 32. كل سنة تقدم لنا دعم، أن احنا عندنا برنامج تدريبي ربيعي وبرنامج تدريبي صيفي، بحيث أن الطلبة بهذول الأعمار من 8 سنوات إلى 17 سنة يكونون بعطلة، فالمفروض أنهم يستفيدون بهذا الوقت نمي مهاراتهم التقنية. إنزين شلون الطالب أو ولي الأمر يعرف أن هذا الولد موهوب بالتقنية أو مبدع؟ إلا إذا جرب، المفروض أنه يجرب، يجرب تصميم الألعاب، يجرب الأنيميشن، يجرب البرمجة. هني الطالب شوي راح يعرف هو شنو يحب، صحيح. بدون ما يجرب ما راح يعرف هو شنو، هو بشنو موهوب أو بشنو شغفه، لين يجرب الدورات هذه، وهي دورات متنوعة، فراح يعرف هو شنو يحب. نعم، بعمر صغير يعني 8 سنين ل 17 سنة، الناس ما تتوقع أن بعمر 8 سنين ترى يكون مبدع في مجال التكنولوجيا، ولو أن الأطفال ما شاء الله الحين يعني 5 سنين وأقل بعد يبدعون في خلينا نقول الجيمز وغيرها من الأمور، لكن إحنا نبي نطور من هذه المهارات، تصير عنده مهارة ممكن يستفيد منها، وأيضا خلينا نقول شيء مفيد يشغل وقته في بعيد عن الألعاب اللي ممكن تأثر على الطفل. لكن أنا ودي أعرف شنو هي الأساسيات اللي تتبعونها مع الأطفال، لأن الصج يعني استغربت أنه بعمر 8 سنين ممكن ينضموا لكم حق هذا البرنامج. إحنا عندنا لما نجي نصمم البرنامج نصممه على مجموعتين، أي مجموعة فئة عمرية أقل من 8 سنوات إلى 12 سنة، ونحط فيها الخبرات أنه ممكن يكون هو خبرته بسيطة، وعندنا بنفس الوقت ما نظلم اللي أصحاب اللي مهاراتهم شوي قوية، فننوع بالبرنامج، بالبرنامج التدريبي، فنحط مثلا تصميم ألعاب مثلا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، بحيث ان المتعلم اللي عندنا اللي مثلا مستوى اقل يروح حق ليفل 1، اللي مستوى لا هو شاطر يعني ايه، فلا نودي البرنامج اكبر منه. نعم نعم، حلو يعني هذا الاهتمام، ومدققين بكل التفاصيل، صح. هل فكرتوا بأهمية تدريبكم للبرامج التقنية المختلفة مثل التصميم واللغات وأيضا البرامج والمونتاج اللي يعني راح تدربون كثير من منتسبيكم؟ احنا عندنا بالفعل احنا حاطين لغات برمجة، دخلنا تصميم المواقع ودخلنا لغات البرمجة بهذا المجال، دخلنا الروبوت، دخلنا التصميم الانيميشن، تصميم الالعاب الالكترونيه، هذه المجالات كلها تجذب الشخص. في عندنا مثلا طالب يكون يروح عندنا باكثر من دوره، بس هو يلاقي نفسه بالروبوت فيشترك عندنا، فهذا الطالب اللي يكون لا خلاص ما يروح، لا يكمل معانا، اسسنا لنا مثلا نادي روبوت، هذول اشخاص لا تعودوا علينا صاروا معانا على طول. الحلو بالموضوع ان احنا قاعد نكتشف مواهب، يطلعون مننا الطلبة قاعد يشاركون بمدارسهم، وقاعد قاعد ياخذون مسابقات عالمية يدشون فيها. عندنا طلبة ما شاء الله يعني راحوا
مسابقات نعم. عالمية. نعم تم يعني خلينا نقول تبنتهم استغلال وقتهم خصوصا في فترة الصيف والعطلة الصيفية جدا طويلة، لابد يكون في شيء يشغلون وقتهم فيه. لكن أيضا بدخل إلى البرنامج بتفاصيله أكثر، ذكرتي حضرتك أستاذة من عمر 8 ل 17 سنة وأنتم مقسمينهم حسب الفئات وحسب مهاراتهم. طيب اليوم إحنا كل شيء صاير أونلاين، يعني بالنسبة للطلبة والأطفال يعني شلون راح يكون وضعهم، يعني وين ممكن يروحون، شلون تقدرون تعطونهم هالمهارات؟ إحنا البرنامج قبل في السابق إحنا كنا لازم حضورهم عندنا أي. ولكن الحين إحنا خلاص قمنا نعطيهم الدورة هذه الثانية والثلاثون، وبالبرنامج التدريب السابق أعطيناه أونلاين. بالأونلاين بس نعطيهم متطلبات الدورة، سواء إذا كنت تنزل البرنامج مسبق أو أنك عندك حساب معين نعطيهم المتطلبات يسوونها، بعدين أثناء المحاضرة كله أونلاين. نعم حلو. أودي أتكلم عن تخصص تصميم الألعاب، لأن من التخصصات المميزة خاصة بالنسبة حق الأطفال والمراهقين في أنهم يبتكرون هذه الألعاب اللي تناسب فكرهم وطريقتهم. هل في يعني أشخاص معينين من خلال رؤيتكم ومن خلال خبرتكم في الموضوع شايفين أنهم هم اللي مفروض يتدربون ويتخصصون في هذا المجال؟ في مثلا إحنا عندنا تصميم الألعاب، نعم. ندربهم على مثلا نختار ماينكرافت ودربناهم عليه، بعد ما تخلص الدورة نلاقي هم الطلبة نفسهم اللي كانوا عندنا بالدورة يطرشون لنا شهاداتهم من مايكروسوفت، خذوا شهادات من مايكروسوفت إن هم اجتازوا الألعاب وصمموا ألعاب. برافو عليهم. أي فإحنا طبعا نفخر فيهم، يعني يحق لنا نفخر بهذه الطلبة. نعم. فأي فما شاء الله قاعد ياخذون على تدريبنا ياخذون شهادات عالميه، مو شهادات منا، عالميه يعني. نعم. حصلوا على شهاده من مايكروسوفت، هذا شيء حلو. والوقت جدا تغير والزمن تغير، يعني ما هو مثل السابق. قبل كان الطفل يمكن مهارات بسيطه وامور يمكن تكون حرفيه اكثر يعني بالايد، هذه الاشياء ترى يحبونها ومبدعين فيها. صحيح. علشان كذي قدرتوا توصلون حق عقول خلينا نقول هذا الجيل، ومهم جدا انه هو يتطور بالتكنولوجيا ويكون في دعم من المؤسسات والافراد وايضا بالنسبه لاهلهم، يعني هذا المستقبل. احنا لما نشوف الاثر غير. لما عقب ما تعطيني الدوره تشوفين الاثر شلون قاعد يتواصلون معنا بعد الدوره، مثلا كان صار بالتعليم الاونلاين فصار الطالب يسوي برزنتيشن كذي، شلون يعطيك البرزنتيشن اللي هو الباوربوينت العادي شلون يسويه بطريقه مبدعه ويدخل الالعاب داخل التطبيق ويطرشون لنا يورونا ان هذه نتيجه الدوره اللي احنا خذيناها عندكم. في شغله بعد احب انوه عليها، ان احنا مو بس حق الطلبه قاعد نعطي دورات، احنا ندعم مشاريع الدوله. يعني نفس اول الجائحه كان عندنا ان صار تحول رقمي، صحيح. فكانوا مثلا ما حد يعرف يقدر يستخدم البرامج، احنا بدينا نعطي دورات مجانيه حق اصحاب الاعمال، يعني عندنا المدرسات والمعلمات اعطينا، يعني قبل الوزاره قاعد تعطي دورات احنا اعطيناهم دورات، فاللي خذوا عندنا دورات راحوا مركز عملهم وهم قاعد يعطون دورات هناك، يعني مرتاحين كانوا خلاص متمكنين، هم صاروا مدربين بمركز عملهم. وايد حلو. نعم. هذا يعني بصراحه احنا لما نشوف كذي نستانس. نعم. لان احنا اللي نطلعهم من ايدنا يصيرون مدربين بجهه عملهم. نعم. نعم. حلو انكم قاعد تاهلونهم لخطوه قادمه، خاصه في عالم التكنولوجيا اللي صار له اولويه كبيره في حياتنا. يعني من اصغر فرد في المجتمع لاكبر شخص المفروض في كل الفئات العمريه انهم يكونوا متمرسين وفاهمين هم شلون قاعد يستخدمون التكنولوجيا، والمفروض ايضا يشاركون في تطور التكنولوجيا. صح. والابتكار في امور كثيره خاصه فيها. ودنا نعرف مده البرنامج الصيفي. البرنامج الصيفي اللي الحين من 19/6 الى 15/7 خاص للاعمار، صنفناهم الى مجموعتين، الاعمار من 8 سنوات الى 12 سنه، والفئه الثانيه من 13 سنه الى 19 سنه. نعم، هذه الفئات العمريه اللي قسمتوها حسب طبعا المهارات والقدرات. طيب بنرجع مره ثانيه حق الموضوع، ذكرتي استاذه يعني الحين صار كله عن طريق الاونلاين يعني كدورات، لكن الاستفاده هل راح تكون مثل حضورهم يعني شخصي انهم ياخذون معلومات؟ والتواصل ترى وايد مهم، يعني بعيد ايضا عن التواصل. التواصل البصري مهم جدا. صحيح. صح. احنا صراحه ترى احنا كنا مع التعليم الاونلاين قبل لا تصير الجائحه، فلما صارت الجائحة احنا استفدنا، اكثر ناس احنا كنا حابين ان التدريب يكون اونلاين. طبعا في دورات عملية المفروض يكون تواجدهم نفس الروبوت والاشياء هذه،
لكن البرامج اللي هو تحتاج انه ما يحتاج حضوره، لا بالعكس عادي اخليه والتفاعل يعني المدرب انت لازم يعني حتى لو عندك 50 طالب تقدرين تسوين تفاعل معاهم يعني حسب شطاره المدرب. صح هذا الشيء اذا كان متفاعل ولا مو متفاعل. فعلا يعني ايضا المدرب له دور كبير في انه هو يخلي المتلقي مندمج معه، يفهم المعلومه ويستمتع وهو قاعد يتلقى هذه المعلومه. ودنا نعرف هل في طريقه معينه للتسجيل معاكم في البرنامج الصيفي وطرق التواصل معاكم؟ عندنا احنا حساب بالانستغرام، حساب الجمعيه اللي هو KW_ITS. نعم راح نعرضه ان شاء الله على الشاشه حق اللي حابين يتواصلون معاكم، هو حاليا ظاهر اسفل الشاشه، ومن خلال هذا الموقع ان شاء الله يقدرون يتواصلون معاكم علشان يسجلون في البرنامج الصيفي. احنا عندنا طول السنه احنا عندنا دورات وعندنا استشارات، ولكن البرنامج الصيفي اللي هو خاص حق الاعمار اللي انا ذكرتها بالوقت المعين اللي انذكر، ولكن احنا طول السنه عندنا. نعم بس دورات. فترة الصيف يعني تكون مختلفة، هل يكون البرنامج مكثف أكثر؟ يعني تكون مكثف وتكون يعني نفس مسوينها كنادي. نعم. نادي يعني ممكن يجتمعون الكل تحت منصة واحدة يعني. صح. أيضا بالنسبة للأعمار قلتي حسب الفئات راح تقزمونهم مثلا من 8 إلى 12 سنة وأكيد للأعمار الكبيرة. الاستفادة إيش كثر راح تكون عن طريق الأونلاين اللي التمستوها؟ طبعا لكم تجربة سابقة من بداية الجائحة ولغاية اليوم مفروض خلاص إنه صار الموضوع سهل بالنسبة لهم أكثر، لكن إيش كثر حسيتوا إنه في استفادة كبيرة؟ هل اختصرتوا كثير من الأمور؟ يعني هل صار الموضوع يعني بعيد عن الأمور التقليدية أكثر؟ شوفي فيها مساوئ وفيها شوي مساوئ وفيها لا إيجابيات. من الإيجابيات خذينا عدد كبير، قبل لما كان الحضور كان مثلا المشتركين عددهم اقل، ولكن بالاونلاين صارت الاعداد عندنا كبيره. حلو. فهذه الاستفاده اللي اخذناها منها. ثانيا لا التفاعل، قاعده اقول لك التفاعل ما شاء الله، مثلا خلينا نقولي انت عندك مثلا 50 طالب. نعم. اذا طلع لك 10 طلاب جابوا لك شهاده انا استانس صراحه. طبعا اي طبعا. فالاستفاده لا احنا ملموسه الاستفاده. نعم. في طلب قاعد يطرشون لنا يعني اعمالهم من بعد ما تخلص الدوره. نعم. هذا الشغله اللي كنت بذكرها انه في تواصل بينكم وبين الطلبه يعني حتى من بعد الدوره. هل في ايضا متابعه لابتكاراتهم للبرامج او للالعاب اللي قاعد يصممونها؟ في طلبه مثلا اللي يكون احنا يعني شفنا اكثر من مره مستوى خذيناه عندنا وصار طالب دائم عندنا بفريقنا. نعم. سمينا نادي وسمينا فريق الروبوت وصار هو معانا على طول. حتى احنا لو بغينا نشارك بمسابقات بغينا نطلع باي معرض ناخذ الطلبه هذول اللي احنا مدربينهم واللي بالاساس هم يعني خلينا نقول صار ذراعنا اليمين. نعم ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه، وهذه دعوه من خلالك عبر برنامج شاي ضحى بانه فعلا يتم استغلال وقت الاطفال والمراهقين في الصيف علشان يقدرون انهم يستثمرون هذه الطاقات. احنا شاكرين لك وجودك معنا في شاي ضحى، نورتينا وفعلا استفاده كبيره قاعده تقدمينها للمجتمع. الله يسلمكم، انا اشكركم واشكر شاي ضحى. شكرا لك استاذه هنانه، نورتينا في البرنامج. وبكذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. أسماء اليوم الحلقة كلها إبداع وابتكار. صحيح. من سيدات الكويت وأبناء الكويت أيضا. أكيد يعطيك العافية فاطمة، استفدنا كثير من المواضيع اللي طرحناها مع ضيفاتنا. نشوفكم على خير باكر ونقول لكم مع السلامة.